جريمة أخرى يسجلها الإرهاب وأتباعه باستهداف رحبة الإصلاح في مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق بقذائف غادرة أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. مجزرة جديدة يضيفها الإرهاب إلى رصيده الإجرامي، دمار هائل وخراب لا يوصف. قذائف إرهابية حاقدة سقطت على رحبة إصلاح الخدمات الفنية التابعة لمحافظة ريف دمشق في منطقة القابون، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من الموظفين والعمال، إضافة إلى تخريب كبير في الممتلكات العامة والخاصة. فجأة انفجار وهبط البناية، ما تشوف بين شيء، يعني طلعت من تحت البلوك كلها لحالي، ما في حدا خلاني، برع ظهري ما ادري، مشيت مثل هون والطريق لتحت ما عارف الاسماء، بس الدنيا سودة سودة ما كان في شيء كلها برع. قوى الدفاع المدني وبالتعاون مع عدد من موظفي المديرية سارعت إلى إخماد الحريق، بينما نقل المصابون إلى مشفى ابن النفيس لمعالجتهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. وصلت على المشفى 24 إصابة، كان الفريق الطبي جاهز بانتظارهم بالإسعاف. طبعا الحالات مختلفة، منا حالات شديدة الإصابة، منا وسط، منا خفيفة. طبعا من 24 مصاب كان عندنا 2 شهداء الله يرحمهم. الحالات الثانية توزعوا على الأقسام و تم إجراء اللازم من الناحية الطبية باتجاههم. موظفون يتابعون عملهم بالرغم من كل التحديات، ويد الإرهاب الأسود أبت إلا أن تمتد لهم، ولكن الحق لا بد أن ينتصر في النهاية. وفي اللاذقية